البضاعة تمام؟ تمام، والفلوس حاضرة، واحنا حاجاتنا حاضرة. خد جنب حد. أنا مش لحقت أهو. في إيه؟ فلوس البضاعة فين؟ نادي السلاح. نادي السلاح. انزل. طلع حق. اهدى يا ولية، عارفة ان قهوتك بن غامق محوج، سادة مغلية. بس انا ما طلبتش قهوة. مش لازم تطلبي، حاسة بيكي دماغك هتوج من كتر التفكير، مصدعاكي عمالة تودي وتجيب، بتفكري في طريقة ازاي تخلصي بيها مني. ايه يا ولية الهرتلة اللي انتي بتهرتليها دي؟ اتهبلتي في مخك ولا ايه؟ لا يا اختي، دي مش هرتلة، اصل انا فهمكي كويس قوي. اشربي القهوه، على فكره دي مش مسمومه، دي نضيفه وزي الفل. اصل انا مش بفكر في الانتقام والقتل والطار والكلام الفارغ ده، مش سكتي. اصل اختي حسنيه الله يرحمها اللي انتي قتلتيها راحت بقى قابلت رب كريم، والمثل بيقول الحي يبقى من الميت.